تونس راهي معناتها كيف تعرف كيفاش معناتها تخدم وتتحرك دونك تنتج وبحاول الله تمشي الامور. الميساج باش نوصلوا للشباب راهو الاوروب ولا حتى الخليج راهو بيتا معناتها موضوع فاشل. خدمت على روحي من صفر كونت. علاش خويا تخلي امك في قفص الحزن وتسافر الله اعلم تحرق قندرها توصل نسبه النجاح ضئيله جدا. شباب الفيسبوك شباب اعطيه القمار البليه ذي. تونس يا محلاك تخدم؟ نخدم اختي. ايش نجم نسال واش تخدم ولا؟ نخدم الكتريسيان باتيمون فني في الكهرباء. مرحبا بك خويا، وخدمتك جايبت لك شهريه باهيه ولا تخدم بريفي؟ الحمد لله خدمتي نخدم وحدي بريفي عامل سونسيتي صغيره وكا سافا سا مارش مينتنون. وي باهي. كان نسالك معرس؟ معرس متزوج وعندي بنيه اسمها عائشه. ربي يفضلها لك. يعني طموح تونس فيها طموح ولا تو؟ والله بالنسبة لتونس تقريبا عندي شوية هكا ما نقول أنا تغربت خرجت فهمت، وهذه فرصة باش معناتها ننصح الشباب معناتها العازب فهمت أنه يركح ويركز وتونس راهي معناتها كيف تعرف كيفاش معناتها تخدم وتتحرك دونك تنتج وبحاول الله تمشي الأمور. أو فما عبيد جي تحكي معاهم يقول لك ما لقيناش خدم، اسكو صحيح ام فماش خدم في تونس؟ والله يا اختي الكريمه انا توي كي هذه مشكله، انا من ولايه نابل منزل تميم، يعني نخدم في العاصمه الحمد لله، يعني كنت لبرا، كنت في دبي، سافرت حتى للاوروب، وهذه معناتها ميساج باش نوصلوا للشباب، راهو الاوروب ولا حتى الخليج، راهو بيتا معناتها موضوع فاشل. وانا روحت معناتها من الخليج معناتها روحت من دبي والحمد لله خدمت على روحي من صفر كونت. صحيح عندي صنعه الكتريسيان وخدمت والحمد لله معناتها وعرست وتزوجت معناتها في وقت وجيز وبالرغم كورونا وتحسنت حياتي وتبارك الله. معناتها اليوم عندي بنيه وصحيح انا ما عنديش دار مي عندي معناتها لوكال في دارنا بنيت زدت والحمد لله توا سافا نعيش بونيتا احسن عيشه. دونك كنت وحيد معناتها لبرا كنت معناتها ولكن كيف روحت الحمد لله تغيرت الامور الكل توا نعيش. الشباب اخويا اخدم على روحك سامحني فتك بالموضوع انا معناها نستحق باش تصدقني. كلمت جي ثلاثه ولا اربعه يقول لك ليه سخونة تونس ما نخدمش ده يبدأ يعمل لك في شروط ونخدم بستين وبخمسين دينار وهو الروندومون تاعه ما يعطيكش حتى ثلاثين دينار. دونك يا شباب سيبوا القهاوي اخرجوا اخرجوا وقعدوا سيب عليكم الحرقة. انا في حومتي تقريبا عشرة مفقودين اليوم ما عندهمش حتى ثلاثة شهور. انا من ولاية نابل تقريبا منزل تميم قريب معناتها على معناتها بكلهم يتسافر وتخرج من بحذانا مي ولا نهار فكرت فيها. علاش خويا تخلي امك في قفص الحزن وتسافر الله اعلم تحرق قندرها توصل نسبه النجاح ضئيله جدا وتخلي عائلتك في قفص كما قلت لك الحزن وانت متشرد في بلاد معناتها الله اعلم وين باش تكون الرحله نتاعو. تفضل. التونسي يحب على الكسب السهل الفلوس الباردة حاجة واضحة بالطبيعة. شبابنا راهو سي عاطل. شباب الفيسبوك شباب اعطيه القمار البلية ذي اعطيه التليفون ينهار الكل يسهر للصباح ما صاحبته فهمت يقوم نصف النهار ماضي ساعة انه مردود وين عائلة باش يبناها وين مستقبل امامه الكلها تقريب 80% انا نعاني اختي. حتى كنت قبل معناتها في خدمتي نتعامل مع ليسي وكل شيء ومع تكوين ماني ونجيب معناتها حتى تجيبه وتلقاه باخل عاطل تعب بدن تعب بصراحة انا هذه معاناة نعاني فيها الحكاية. يعني نرجع بك الكلام انت توا كصاحب شركة تعاني انك ماكش لاقي شكون يجي يخدم العباد ولا تتشرط وطالبين فلوس بزايد توا الشاب ولا يتشرط بزايد يقول لك ما نخدمش كما قلت انت ما نخدمش سخانه ولا لا نحب 60 ولا 70 وهو يعطي 10% انت قلت
بالطبيعه ماني قلت لك مردود وضعيف وحب يخلص، دونك شنو الاسباب هذيا؟ الاسباب يا والدين يا بات يا مات بربي فيقوا، رانا جينيراسيون كامله 10 سنوات اللي مرت بينا جابت جينيراسيون، يعني اللي كان عمره 10 سنوات توا ولا 20 عام وهو لاصق فيسبوك العاب قمار وهكذا، ما فماش ما عندوش حتى معناتها حتى شيء في مخه، في مخه الحرقه، في مخه حب يستقات معناتها باقل بوسيله اللي هي القمار، واضحه ركزت عليها. دونك شبابنا ضايع اختي، ونطلب من الدوله ونطلب معناتها من المختصين من المسؤولين مش وفر له لوكال باش يتفرهد وباش، فهمت اختي؟ اعملوا لهم تكوين مهني، اطروهم برشا حلول. احنا ساعة اختي راقدين بصراحه، شيء غريب كما قلت لك، درت وشفت معناتها مالغوزمون سي تري هذا موضوع معناتها شائك جدا، وداخلين في معناتها مرحله صعيبه برشا بصراحه على مستوى التشغيل ولا الامور هذه. اختي يعطيك الصحه وميرسي بوكو، عايش بارك الله فيك. تحيه معكم احلى جنرال، شكرا لكم اعطيتوني معناتها نتكلم. احلى تحيه جنرال منزل تميم ولايه نابل تونس يا محلاك.